خدني الحقنة لقيته جري. وانا لو قلت لك ضحكتك حلوه قوي يبقى انا كده قديم بصراحه قوي، بس انا مش هزعل يعني من مجامله حلوه قوي كده. بصراحه هي مش مجامله، هي حقيقه. بس كده تبقى معاكسه بصراحه. طب مش خايف بقى ازعق والم الناس واقول لهم الحقوني؟ ده بيعكس لي فداكي روحي على فكره. وعلى ايه؟ الطيب احسن. ما عنتش عليك يعني؟ لا، لحد مسامحه وكفايه قوي يعني. بس انا عايز اكتر من كده. ده اللي هو ايه بقى ان شاء الله؟ نور، انا عايز اسالك سؤال. هو انت بتخرجي معايا ليه كل الفتره اللي فاتت دي؟ ما عادي يعني، ما انت بتيجي عندنا البيت محدش بيسالك بتيجي ليه. انا باجي عشان اشوفك. وش كده الصراحه حلوه، مفيش كلام. انت بقى بتخرجي معايا ليه؟ هو انت عايز مني ايه؟ يعني هو مش باين على لخبطتي دي ان انا معجب بيكي؟ احمد، مش معنى ان انا وافقت ان انا اخرج معاكي ان انا هقبل بالكلام ده. انا واخده عاده على نفسي كويس قوي ان انا الباب ده بالنسبه لي اتقفل. اظن انت عارف ايه السبب يعني. انا غير يا نور، انا غير. انا بس عايز اطمن ان الاحساس اللي انا حاسس بيه انت كمان حاسه بيه، عشان اقدر اجي البيت من بابه واتقدم لك واخطبك. قلت ايه؟ ها؟ ها ايه؟ هو ايه اللي ها ايه؟ قلت ايه؟ ما انا رديت على فكره. وانا ما سمعتش على فكره. ما دي حاجات بتتحس ما بتتقالش. يعني ايه؟ هما بيقولوا السكوت علامة ايه؟ علامة ايه؟ يا لهوي يا لهوي، افهم بقى. موافقة؟ موافقة؟ مبروك يا نورة. مبروك يا عروسة. الله يبارك فيك يا حبيبتي. قولي لي بقى، الزفة دي ولا زفة التكاتك؟ يا ماما، وبعدين وده وقته؟ لا، أنا بقول لك بس علشان تقدري اللي أنت فيه وتحسي. حاضر يا حبيبتي، حاضر حاضر. مبروك يا ابني. ربنا يخليك يا طنط. لا، إيه طنط دي؟ أنا من هنا ورايح ماما. أنا بجوز بناتي عشان يجيبوا لي رجالة، وأنت ابن البكري. ربنا يخليك لينا يا ماما. شفتي بقى يا زينات؟ أنا دلوقتي أم العروسة وأم العريس. ألف بركة يا حبيبتي. لا، حف كده، لا، دي عايزة زغروطة. عينيا.